ورجعنا لكم من الفاصل ومكملين مع بعض، وهنعمل كمان ايه حلو الشعرية او حلى الشعرية على زي ما اسمها الصحيح بتاعها. اول حاجة هفتح النار على الطاسة، وبعدين دلوقتي هحط الزبدة، كده احط زبده، هحط شويه زبده كمان. انا عايزه زبده كتير شويه علشان احمر فيها الشعريه وتبقى يعني حلوه قوي. ممكن اعمل ايه عشان انا لو مش عايزه الزبده تتحرق؟ بتروحي مزوده حبه زيت. انا هحط زبده بس لاني هشتغل بسرعه. احط دلوقتي الشعرية، انا مش عايزة كتير، استعمل النسبة زي ما قلت لكم دلوقتي. ايه الحلو ده؟ اساسا احلى ما فيه انه سهل جدا وما بياخدش وقت. طبعا انا هعمله النهاردة بالشعرية. لو خلوني ارجع وافكركم، يمكن عملت حاجة شبهه كده بس كانت بالكنافة. وبعدين احنا في مصر بنعمل حلو برضو بالشعرية. ممكن تعملي شوية شعرية وتحطي عليها سكر ناعم، او ممكن شعرية باللبن. بصراحة حاولت اعمل شعرية باللبن للولاد، ما نفعش الموضوع. انا كل يوم او يوم ويوم خلينا نقول، وانا نايمة كده عشان ما في ريحة حاجة في البيت مش فاهمة بيعملوا ايه دول تحت. المهم يطلع ايه بقى الحكاية؟ يطلع ابني الكبير واقف على البوتاجاز قاعد عمال يعمل يا شعرية يا لسان عصفور، واخوه الصغير واقف جنبه وقاعد مستني لما الشعرية تخلص. بقول له اعملها زي مامي ما بتعمل، اعملها زي مامي ما بتعمل. فمامي بتعمل بقى ايه؟ مش عارفه مامي بتعمل ايه، برغم ان هم بيعملوا نفس اللي مامي بتعمله. انا متنبئه لابني الكبير بمستقبل باهر في المطبخ بصراحه. زي ما انتوا شايفين كده الشعريه بتلون، انا عايزاها كلها يبقى لونها ذهبي. بس وانتي بتقلبي خلي بالك علشان تاخدي اللي دايما على الجناب اللي بيفضل لازق في الجنب علشان ما يغمقش زياده عن بقيه الشعريه. ريحتها زبده شعريه لما بتتحمر. ده في صينيه في الفرن. استنى الصينية اللي في الفرن. بص بصة اوبا بيجنن. بس ممكن اديها اخلي وشها يقرمش كمان سنة علشان كمان مش عايزة اسيب ايه الشعرية دي على النار. الشعرية تجنن. عارفين انا بعمل ايه مع اولادي؟ انا مثلا لما يجي الصغير يقول لي هي اي حاجة عليها بشاميل من على الوش، يقول لي هي دي لازانيا؟ اقول له لازانيا. وهي لا لازانيا ولا تمت للازانيا بصلة، ممكن تكون كوسة مثلا وكوسة بشاميل طبعا، بس هي لازانيا برضه. ما دام اسم اللازانيا هيتاكل يبقى هي لازانيا. طبعا لازم تخلي بالك ان الشعريه لسه
حتى لو شلتيها من على النار لسه عمالة تتحمر لأن الزبدة سخنة. أنا دلوقتي عايزة أجيب بس بولة كبيرة علشان أوقف سوى الشعرية، شيليها من الطاسة. سمعت الصوت ده؟ أنا بحبه موت، أحب قوي بعد الطاسة وهي سخنة أروح حطاها في الحوض فاتحة عليها المية تعمل تش. طيب أنا لسه بقلي فيها، أنا عايزاها تبرد لأن طول ما الزبدة لسه سخنة هتفضل تلون في الشعرية. خلوني دلوقتي هطلع اللي في الفرن. نطلع نشوف اللي في الفرن نطلعه. اوبلا، انا هحطها هنا عشان هي تقيله قوي. اوبلا، انا عاجباني قوي، شكلها حلو قوي. دلوقتي يا ابني بقى لو جه قال لي دي لازانيا هقول له. طيب انا دلوقتي سخن هحط عليها ايه دلوقتي بقى؟ اللبن مكثف. انا مش عايزه احط اللبن المكثف كله علشان هستعمل الحبه اللي فاضلين دول وهحط عليهم عسل كمان. كل ده بيمسك هقلب. طب انا عايزه اقول لكم بقى المخرج بينهار قدام المصورين كله منهار، ورا الكاميرات كله منهار. والله متخيله انتوا كمان منهارين قد ايه. بصوا بقى الحلو ده ممكن نعمله بكذا شكل، ممكن نعمله في كب كيكس، وممكن نعمله في صينيه وبعد كده يتقطع بعد ما يبرد. ادي كده انا عايزه بس الكلام ده ايه يبرد شويه، احطه على جنب لسه سخنه. هجيب بوله هحط فيها اللبن المكثف. انزل 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 تمام كده. دلوقتي هحط حبة كاكاو وهقلب. محتاجة تقلبيه بس ايه جامد شوية علشان ياخد اللون وعلشان كل الكاكاو يلون، كل الكوندنسد ميلك او اللبن المكثف ده يلون من الكاكاو. تمام،
شيل الدقيق، شيل الزبده، ادي الزبده، ادي ده وادي ده. انا هعمل ايه بقى في الشعريه دي؟ ايه رايكم نعمل فيها ايه؟ ممكن تتعمل كور وممكن نفردها في طبق. انا هغير وهفردها في طبق. كل الناس بتعمل الحاجات في كور، كور كله كور. انا هحطها في طبق. عايزاها بس عايزة افردها. هي طبعا لازم تخش التلاجة علشان تمسك شوية. دي عايزة بس أساوي كل الشعرية تكون قد بعضها في كل حتة كده. تمام كده. كل اللي هعمله ادي الطبق الحلو بتاعنا. عايزه بس هزينه بالشوكولاته. ادي الطبق الحلو. ونجيب وادي الرز بالبشاميل. بكده يبقى احنا النهارده عملنا الطبقين بتوعنا اللي هما حلى الشعرية وعملنا رز بالخضار بالبشاميل. أتمنى الطبقين يكونوا عجبوكم ومع السلامة.